الجهاز المحمول الموجه للاعبين MSI GS70 Stealth Pro يحتوي على كل ما تحتاجه للهجوم على ألد أعدائك. يأتي جهاز GS70 بشاشة ذات حجم 17 بوصة وبدقة عرض 1080 ومزود بمعالج مركزي Intel Core i7-4710HQ الذي يعمل بتردد 2.5 GHz ويصل إلى 3.5 GHz بخاصية Turbo Boost. أضف إلى ذلك ذواكر تصل إلى حجم 16 GB الكافية جدا لأي عمل رسومي شاق، مع ثلاث مساحات تخزينية من نوع SSD بمجموع يصل إلى 384 GB لتحقيق سرعة جبارة لنظام التشغيل، بالإضافة إلى بطاقة GTX 970M من شركة انفيديا التي تأتي بذواكر GDDR5 بحجم 3 جيجابايت. ومع هذه البطاقة الألعاب ستعمل على أقصى إعدادات على دقة 1080. يوجد على الجانب الأيمن من الجهاز منفذين USB 3.0 إضافة إلى مدخل SD كارد ومكان لتركيب الشاحن وفتحات تهوية، وأيضا على الجانب الأيسر من الجهاز نجد فتحات تهوية ومنفذ إنترنت ومنفذ HDMI 1.4 ومنفذين ميني ديسبلاي بورت، بالإضافة إلى منفذين USB 3.0 وأخيرا ثلاث منافذ صوتية لسماعات الرأس والسماعات الخارجية والميكروفون، وتحتوي أيضا على كاميرا تلتقط فيديو بدقة 1080 وأربع مخارج صوتية، بالإضافة إلى وحدة سبوفر لتقديم أداء صوتي متميز من نظام DYN Audio. من أهم مميزات جهاز MSI Stealth Pro هي تواجد لوحة مفاتيح تعمل بالكامل بنظام إضاءة RGB الذي يوفر خمس أنظمة ضوئية وإمكانيات لا محدودة للمستخدم لتشكيلها كما يشاء. كل هذا يأتي في وزن لا يتخطى 2.66 كيلوغرام فقط. استهلاك الطاقة للجهاز كان بحد أقصى 170 واط، وهو أمر ممتاز خصوصا لمن هم يهتمون بمعدل استهلاك الطاقة. مشكلتنا الوحيدة مع هذه القطعة الفنية هي درجات الحرارة المرتفعة نسبيا، لذلك توفر الشركة ثلاث أنظمة مختلفة لتخفيض الناتج الحراري، لكن بالطبع هذا مقابل تقليل أداء المعالج الرسومي والمعالج المركزي بعض الشيء. البطارية يمكن الاعتماد عليها لمدة لا تتخطى 3.5 ساعات، وهو في تقديرنا جهاز متوسط الاعتمادية في حالة العمل بدون شاحن. يعتبر الجهاز المحمول MSI GS70 Stealth Pro في الوقت الراهن من أهم الاختيارات المطروحة أمام المستخدمين على ساحة الأجهزة المحمولة الموجهة للاعبين، خصوصا لو علمت أنه يأتي مع ما يلزم لمواجهة أعدائك في ألعابك المختلفة كالماوس، وبالإضافة إلى حقيبة تستطيع وضع كل أسلحتك بداخلها. لا تنسوا متابعتنا على تويتر وفيسبوك، فنحن بانتظار مشاركتكم لنا وطرح استفساراتكم. كان معكم محمد شوقي من عرب هاردوير.